Bien, bismillah, السلام عليكم. يسعدني أن أفتتح هذه الندوة بمدخل إلى ضعف المناعة الأولي عند البالغين. وهذا العرض سأعطي فيه فكرة عامة وإحصائيات لنترك للمختصين الزملاء الزميلات يعني يعطوا أكثر توضيحات حول هذا الموضوع. إذا كبرنامج سأجيب عن سؤال لماذا هذه الندوة الآن وكيف سنتعامل فيها، ثم فكرة عن السجل المغربي والسجل الأوروبي، ثم الترتيب الدولي لضعف المناعة الأولي لا كلاسيفيكاسيون انترناسيونال دي ديفيسيت ميونيتير، ثم الوصايا العشر لضعف المناعة عند الكبار، ثم سأختم. إذا كمقدمة أقول لماذا هذه الندوة حول ضعف المناعة الأولي؟ لأن هناك يوجد تناقض بين قلة ظمأ البالغين عندنا في المغرب في السجل الوطني، العدد ديالهم قليل، لكن عندنا من جهة أخرى قرابة مرتفعة، وهذه المرض ضعف المناعة كما تعلمون هو مرض وراثي في أغلب الأحياء. ثانيا، ما هي خصائص ضعف المناعة في شمال إفريقيا؟ يعني نحن ننسق على المستوى المغرب العربي ونحن نبحث جميعا، لكن ليس هناك لحد الآن دراسة شاملة لهذا المرض عندنا. كيف ستكون هذه الندوة؟ كيف سنرفع هذا التحدي ديال قلة المرضى، والمرضى موجودون يعني، وكيف سنتعرف على هذه الخصائص؟ الاقتراح الأول هو هذا الاتحاد ديالنا، هذه الندوة. فأنا أقترح أن ننشئ شبكة مغربية لضمأ ضعف المناعة الأولي للبالغين، سميوها إلى بغيتي وشمل شبكة مغربية ضعف المناعة البالغين. مجهود لازم نقوم احنا بمجهود سريري وبيولوجي متميز والبحث، وإن شاء الله احنا سنرى أمثلة للبحوث التي أجريت مع الأستاذة عبير في آخر هذه الندوة. وهذا التواصل بيناتنا والتبادل والتنوع، وربما استدعيت من حتى زملاء من العالم العربي، هذا التواصل وهذا هو اللي يجعلنا نخدم احسن المرضى ديالنا. اذا هذا الشيء كله خاصني نقدمه في 10 ديال الدقائق، لذلك اسمحوا لي ان اسرع في العرض. هذا الجدول تيبين بعض الاحصائيات، فهذه احصائيات على حسب 2018، لانه هو اللي موفر عندنا فيما يخص البلد اللي قارنا معاه، بلد فرنسا اللي فيه 64 مليون اليوم، وحنا 37 مليون ديال المغاربه، يعني شويه اكثر من نصف ديال فرنسا. العدد ديال ضعف المناعه في ذلك التاريخ في 700 كان هو 750 في المغرب في 2018، دابا حنا فتنا العتبه ديال 1000 مريض في السجل الوطني، في حين ان فرنسا كانت عندها 7000 حاله في 2018. ولكن الى خدينا بعض الاحصائيات الدوليه على اساس ان ضعف المناعه الانتشار ديالو لا بريفالونس هي 29 في كل 100,000، خاص يكون عندنا في المغرب 10,000 مريض، وبالتالي هاد 700 مريض تقريبا هي 7% فقط. 93% راهم اطفال وكبار ما عارفينش فينا هما، ما عارفينش هما المرض، والصغار يتوفوا. ولكن ماشي غير بوحدنا، راه في العالم كله فرنسا من اكثر الدول اللي عندها تشخيص. هما يلاه على حسب هذه الاحصائيات ديال 29 في 100,000 عندهم يلاه وصلوا للثلث ديال المرضى. كاين بزاف ديال المرضى اللي ما داخلينش، ما وصلوش لهذا العدد. ضعف المناعه عند البالغين وقت التشخيص، يعني نهار اللي دار التشخيص، كيشكل عندنا حنا في المغرب 8% ديال المرضى ديالنا، في حين ان فرنسا الثلث ديال التشخيص ديال هذا العدد كلهم كبار. يعني ضعف المناعه عند البالغين تقريبا ثلث يتم تشخيصهم
وهما بالغين، عاد تم التشخيص ديالهم، ربما بداوا في الطفوله ولكن ما كانش صعيب بزاف، ولاني التشخيص وهو بالغ ثلث، حنا يلا 8%. ضعف المناعه الشائع المتغير، ديفيسيت اميونيتير كومان فاريابل، كومايند شنو هذه، كومن فاريابل ايمونو ديفيشنسي، هنا في المغرب يشكل 5% من ضعف المناعه في السجل الوطني المغربي، فقط 5% اللي عندهم ضعف المناعه هذا لو دي سي في، في حين ان في فرنسا 21% مريض على خمسه عنده ضعف المناعه في سيمتير كومير فاريابل عند التشخيص. وحنايا هاد 5% هو 42% عند البالغين، يعني الا قلنا البالغين ديالنا اللي تم التشخيص ديالهم شحال كيمثل ضعف المناعه الشائع المتغير، كيشكل تقريبا نص نص، يعني اي واحد شخصناه وهو كبير 50% كنلقاو عنده هذا الضعف المناعه المتغير. وبالنسبه لفرنسا عندهم عند التشخيص ضعف المناعه عند التشخيص، هذا كومون فاريابل ماشي ضعف المناعه كله، 21% وتمثل نص ديال البالغين، يعني النص ديال البالغين اللي تم التشخيص فيهم ضعف المناعه نص عندهم دي سي في ونص ما عندهمش. طيب دابا الى سولنا على البدايه عند الناس اللي عندهم ضعف المناعه، خدينا كاع الناس اللي عندهم ضعف المناعه الشائع المتغير، كنلقاو سولناهم البدايه بعد 14 سنه، يعني قبل 14 سنه ما كان عندهمش الاعراض، حنا كيشكل هذه المجموعه 5%، في حين ان في فرنسا 60% كيبداو الاعراض من بعد السن ديال 14 عام. هذا تيدل على انه هذا المرض هذا مختلف، حنا عندنا المرض كيبدا مبكرا وهما المرض عندهم معطل. بون كاين حنايا عند الكبار ما كنشخصوش بزاف، ولكن ربما حنا عندنا نسبه الاسباب الوراثيه اللي صعيبه عندنا اكثر ربما. طيب حنا هذا السجل الوطني ديالنا اللي نشرناه في 2012 ودابا كنوجدوا من بعد 10 سنين السجل الجديد. هذا السجل الاوروبي، المعطيات اللي داروا واحد الدراسه كتشوف هذاك التشخيص ديالهم واش كان صائب قبل 2014 ومن بعد 2014، قبل من 2014 ومن بعد 2014، خاصه في هذا الدي اي سي في، ضعف المناعه الشائع المشترك المتغير. ها انتم شوفوا في 2014 قبل لقاو على انه واحد هذا ضعف المناعه الشائع عند الكبار نص منهم ما بقاوش ضعف المناعه ديال المضادات، ولا ما معروفش واش هو الى نوع، ولكن داروا في الخانه ديال ضعف المناعه ديال المضادات ما معروفش، والنص اكثر من النص اما صحوا التشخيص وصدق ضعف المناعه ديال لي سو كلاس، ولا كاع ما معروفش حتى السبب واش ديال المضادات ولا ديال الخلايا ان كلاسيفايد ايمين ديفيشنسي، وواحد اخرين عندهم ضعف المناعه هذا الشائع دي اي سي في، خلاوهم بالتعريف السريري، كاين تعريف سريري داروه ولقاو على انه 10 من 100 يلا اللي بقاو محافظين على التعريف السريري، ولقاو واحد العدد ديال دي اي سي في قليل اللي في حقيقه مالادي دو بغيتون، اغاما جلوبولينيمي اما اللي هي اليكس مالادي دو بغيتون او اوتوزومال ريسيسيف اغاما جلوبولينيمي، وواحد المجموعه ما عرفوهاش، واحد اخرين مجموعه كومبايند يعني خصها زراعه النخاع العظمي، ومجموعة أخرى جينيتيكمون أغاما جلوبينيمي، وهكذا كذلك عند الأطفال هكذا. إذا تغيير المراجعة مهم. دابا بعجلة نقول لكم بلي كاين هذا الترتيب العالمي لضعف المناعة، وغادي نتكلم لكم بعجلة على واحد لابليكاسيون التطبيق، وعلى أي بروجيكت شنو هي التصور ديالو. هذا لابليكاسيون لحد الآن في النسخة الجديدة 5K ديال 5000 تحميل مهم، وهذا الرابط هذه هي لا كلاسيفيكاسيون، كيمكن لكم تحطوها الآن تنزلوها تحملوها، تدخلوا البلاي ستور وتكتبوا بي اي دي فينوتيبيكال دياغنوزيس
وغادي يطلع لكم هي هذه الاسم ديالها فينوتيبيكال دياغنوزيس، وتدخلوا لهذا لا كلاسيفيكاسيون. الكلاسيفيكاسيون فيها الجداول، خديت لكم الجدول الثالث، المجموعه الثالثه ديال بريدومينانتلي انتي بادي ديفيشنسيز. هذا التطبيق صوبوه مغاربه، هو اللي كيتستعمل على المستوى العالمي. فيه مثلا هذا المشاكل ديال مضادات الاجسام، كاين جوج المجموعات. المجموعه اللي حنا اليوم كندرسوها كاينه هي دي اي سي في، ضعف المناعه الشائع. هادو هما الاعداد ديال المرضى، وهادو هما الاسماء ديالهم والوراثه ديالهم. وفي هذه المجموعه هذه اللي داخل فيها دي سي في كتسمى ايبوغاما جلوبولينيمي جلوبال، يعني ضعف جميع المضادات، اجسام مضاده. وكاينين كيتقسموا لجوج، ضعف المناعه فيه لا الخلايا اللمفاويه باء شويه طالعين، وكاين اللي ما عندهمش كاع الخلايا اللمفاويه باء، منهم لا مرضي دو بغيطون. وكاينه واحد المجموعه اللي هو ضعف نسبي بارسيال للانتي باديز للمضادات. هنا كنلقاو لو سيندروم ايبيري جي ام، اللي هما عندهم اي جي ام وما عندهمش اي جي جي وما عندهمش اي جي ا، الانواع ديال ضعف اي جي ا بوحدها وانواع اخرين. اللي حنايا غادي نشوفوه هو هذا، طبعا ملي غنطلقوا الدي سي في والوراثه والانواع والخصائص السريريه غادي نطرقوا ليهم. غادي نقول لكم اي بروجيكت، هو اي هي افريك او ارابيك بروجيكت، واحد الفكره ديال تنقوموا بوصايا 10 للطبيب العام والطبيب المبتدئ في المناعه وطبيب اطفال، باش بعدا غير يتم التشخيص ويفكر في هذا الضعف في المناعه. هذا هما الوصايا العشره، انا نرسلهم هيكونوا في الموقع ان شاء الله، ما غاديش نطرق ليهم، ولكن خصنا نفكروا في ضعف المناعه ملي كيكونوا تعفنات، ولكن حتى التهابات ومناعه ضد ذاتيه، وكاين واحد السلسله ديال الامور الاستاذه معمر غادي تشرحهم لنا. الاي بروجيكت كيكون بحال هكا، كنقدموا هذه الوصايا العشر وكنعطيو حاله سريريه كتكون بهذا الشكل هكا، يعني في شريحه واحده عرض السرير الحاله والصور ديالها والاسئله. وفي الشريحه اللي كتجي من بعد كنقوموا باعطاء الاجوبه حسب الوصايا العشر. هذا هو المشروع. اذا كخلاصه، مرضى ضعف المناعه البالغين في امس الحاجه الينا. راه بزاف ديال الناس راهم مرض، عندهم امراض التهابيه او امراض تعفنيه او كاع سرطان وامراض ضد ذاتيه. هاد الناس هادو متميزين على النوع الاخر بعض الامور اللي غادي نتعرفوهم الان مع الزملاء والزميلات. كيف نستجيب لهم؟ هي هذه الشبكه المغربيه. انا كنقترح باش نسعوا، كانت واحد الاقتراح هذه واحد 30 40 سنين من عند الاستاذه مده التير، وبدا كيتشتغلوا، لكن خاصنا الان نكونوها وتكون هذه الشبكه قويه. خاصنا نديروا مجهود سريري وبيولوجي بحثي متميز وتكوين ديال الطلبه ديالنا، وخاصنا نكونوا كنتواصلوا، وربما نديروا واحد المشوره ستاف شهري اللي يمكننا نناقشوا، كل واحد يدلي بالتجربه ديالهم. وهنا تحيه للاستاذه فاطمه ايلان، اللي مده تقريبا 15 سنه وهي اللي كانت كتكلف اساسا بضعف المناعه عند الكبار، والان كاع المرضى ديالها مشاو لعند هذه دابا تقريبا 4 سنين ولا 5 سنين مشاو لعند المصلحات ديال الاستاذ قبلي حسن اللي كنحييه، والفريق ديالو خاصه الاستاذه الشلالين وخاصه الاستاذه مدثر مينا. خاصنا نديروا مكتب ديال هذا الشامل ضماء البالغين، يعني الشبكه المغربيه. خاص يكون مثلا ربما واحد وجوج خبير من كل مستشفى غير في المكتب، ولكن خاصها تكون شبكه. وكنقترح انا الاستاذه مينا مدثر، لانها عندها واحد الخبره وعندها اكثر من 40 مريض دابا، وكاين واحد القرب. على اي حال يكون تنسيق، ومن بعد خاصنا نديروا هذه الشبكه. وشكرا جزيلا على تتبعكم.